وفي صفحات هذا الملف عقد بمحافظة كركوك مؤتمر مشترك للجنة الصحة والبيئة النيابية بعد الزيارة الرقابية التي أجرتها إلى دائرة صحة كركوك والمؤسسات الصحية التابعة لها ودائرة بيئة المحافظة للوقوف على عمل المؤسستين. وبحسب المؤتمر فإن الواقع الصحي دون طموح، وذلك لأسباب عديدة منها قلة التمويل بموازنة 2022 مع مشاريع متلكئة منها المستشفى التركي بسبب توقف تسديد السلف، ما سيؤدي إلى انهيار الواقع الصحي. لجنة الصحة والبيئة النيابية وبتوجيه من رئاسة مجلس النواب وضمن الصلاحيات الرقابية لمجلس النواب، قامت اليوم بزيارة إلى دائرة صحة كركوك والمؤسسات الصحية التابعة لها، وأيضا إلى دائرة بيئة كركوك للوقوف على العمل في هذين المؤسستين الحكوميتين. في الواقع شاهدنا بأنه هناك الكثير من الخدمات المقدمة من قبل دائرة صحة كركوك للمواطنين، وهناك تفاني كبير من منتسبيها في تقديم الخدمات، ولكن الواقع يقول بأن مستوى الواقع الصحي في العراق دون الطموح، وذلك لأسباب عديدة منها أولا قلة التمويل، الميزانية دون مستوى الطموح. في عام 2022 لم تكن هناك ميزانية، 2023 لحد هذه اللحظة لم تصرف أي ميزانية، وكل هذه عوائق. وأيضا في كركوك هناك الكثير من المشاريع المتلكئة، منها مشروع المستشفى التركي، أيضا مشروع مركز جراحة القلب، أيضا هناك بعض التلكؤ فيه لعدم تسديد السلف، وأيضا المستشفى الألماني تلكأ كثيرا بسبب إيقاف السلف من وزارة الصحة. وزارة الصحة ومن خلال اتصال مع دائرة المشاريع وعدت بأنه لن يكون هناك أي توقف فيه في المستقبل، وأن المشروع سينتهي في نهاية العام المقبل، أي سيضاف مستشفى بسعة 400 سرير حديث جدا إلى دائرة صحة كركوك إن شاء الله في نهاية عام 2024. في الواقع نحن كلجنة رقابية هدفنا هو تقويم العمل، هدفنا هو التكامل مع وزارة الصحة والتنسيق لتقديم أفضل الخدمات، لأن هناك حقيقة شكاوي عديدة من مواطنينا تجاه الخدمات الصحية المقدمة، ولكن في نفس الوقت لا نجد أي تعاون من المواطن مع المؤسسات الصحية. نرى بأن مريضا يأتي لعمل عملية يأتي معه 20 أو 30 شخص ويدخلون إلى المستشفى، وهكذا إذا كان هناك 10 عمليات تلقى بأن هناك أكثر من 200 شخص يسدون المستشفى ولا يقبلون، وليس هناك أي حقيقة تدخل من قبل حماية المنشآت أو القوات الأمنية. لذلك حقيقة على وزارة الصحة وعلى وزارة الداخلية التنسيق بعدم إدخال أي مرافق سوى مرافق واحد مع المريض مستقبلا. من ناحية الأدوية والمستلزمات لاحظنا أن دائرة صحة كركوك تكون أفضل من أغلب المحافظات في هذا الجانب. أولا من منطلق واجبنا الرقابي وعلاقتنا التكاملية الإصلاحية مع وزارة الصحة، اليوم سعداء جدا أن نكون بيناهن في محافظة كركوك. اطلعنا على الواقع الصحي في المحافظة وزرنا مستشفى أزادي ومستشفى النسائي والأطفال. أكو تطور بالواقع الصحي بالمحافظة لكن ليس بمستوى الطموح، نحتاج إلى الكثير من المشاريع اللي ممكن أن تقدم خدمة للمواطن اللي قدم للعراق تضحيات كبيرة ويستحق هذه الخدمة، خدمة الصحة. تركيزنا على مراكز الأورام ومراكز الديلزة ومراكز القسطرة بالنسبة لأمراض القلب، هذا المحاور المهمة اللي تركز عليها لجنة الصحة والبيئة بالتعاون مع وزارة الصحة. كذلك توزيع الملاكات الطبية وتسوية هذه الملاكات والاهتمام بتطوير الواقع الصحي في الأقضية التابعة لمحافظة كركوك. البيئة يجب أن يكون دوره فاعل خاصة في دائرة بيئة كركوك. شكلت لجنة تقصي حقائق برئاستي، وإن شاء الله الأسبوع القادم راح نمارس عملنا كلجنة تقصي حقائق ووضع النقاط على الحروف والتحري عن كل الشكاوي وكل الملفات اللي وصلتنا، وإن شاء الله يكون عملنا هو تقويمي من أجل مصلحة البلد. نرحب بضيوف الأعزاء السيد رئيس لجنة الصحة النيابية ونائبه والسادة النواب أعضاء لجنة الصحة النيابية. كانت لهم زيارة مثمرة إلى محافظة كركوك، زرنا بعض المؤسسات، مستشفى أزادي التعليمي ومستشفى الولادة، وكذلك تكلمنا عن المشاكل والمعوقات وواعدونا بإيجاد الحلول بالتنسيق مع معالي وزير الصحة والجهات ذات العلاقة.